اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طعيم. ازيك كابتن عادل؟ كابتن اسلام مشرف ومنور. نورك يا كابتن. ربنا يخليك كابتن. خليني ابدا مع حضرتك، نقطتين خسرناهم في مباراه استحواذك فيها بنسبه كبيره جدا، ولكن في النهايه انتهت بتعادل سلبي. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه يعني احنا لسنا مباراه ان شاء الله، انا اعتلي الجدول باذن الله تعالى في ماتش البلديه، مش عايزين جمهور الاهلي يزعل. ايوه، لكن ده برضو ما هوش مبرر. احنا شفنا المباراه كانت تقريبا من جانب واحد، لكن عدم التركيز. وانا شفت المؤتمر الصحفي الراجل بيقول انا لعبنا اسوأ مباراه من المباريات السيئه. ودايما لما انا ما اكونش قاري الفرقه اللي قدامي بشكل جيد، ودايما بنحترم الفرقه اللي قدامنا، بيحصل الهبوط اللي احنا شفناه زي ماتش الجونه. ابتدينا في نص الملعب بثلاثي غير منسجم اطلاقا، لا الواجب الدفاعي كان بيؤدى ولا الواجب الهجومي كان بيؤدى. صحيح. ودايما مع حضرتك بقول دايما لازم في وسط الملعب يبقى في ثلاثه بيجيدوا الدفاع والهجوم، وكل واحد فيهم ممكن يبقى صانع لعب. يعني امام عاشور ممكن يبقى صانع لعب، ديانج في ماتشات كتيره لما كان في حالته كان بيقوم بالدور ده، مروان نفس، حمدي فتحي كان نفس القصه. احنا خدنا 5 بطولات 13 ماتش كانت فيه ثلاثه في وسط الملعب، والثلاثه بيأدوا الواجب الدفاعي والهجومي. النهارده في الماتش 7 8 ازرق وثلاثه موجودين جوه ال 18. طب هنجيب جول ازاي؟ وبعدين نشعلقها نعملها يعني نعملها بالونه. يعني حتى الاوفر، انا مفروض في الاوفر وانت باك رايت، الاوفر يبقى بالونه ولا يبقى رايح في قوه ورايحه ورايحه لواحد؟ الواحد ده ما بيبقاش واقف. انا قلت بحركة الاسبوع اللي فات كامل حركه، ما بيبقاش واقف حتى يعني زميلك هيغلط، انت صالح الغلط انك تاخد خطوتين وتروح حاطط دماغك رايحه للجول. احنا شفنا الاخ حسام حسن النهارده كرة راجعة للشناوي، وشوف طار ازاي برجليه الاثنين علشان يقطعها. طب فين الكلام ده احنا من صلاح محسن النهارده؟ تقريبا ما عرقش. فالبالونة دي اللي تتلعب، انا يعني انا بستغرب. يعني هنقول المدير الفني، يعني المدير الفني ده بقاله سنة معاك، يعني انت كل المدربين والمراحل اللي كانت عدت عليك ما انش عارف ازاي اعمل اوفر. طب مش عارف ان انا النهارده في واحدة لحسين الشحات الشوط الثاني الكرة اتلعبت وراحت عند الراية، راح واخدها وداخل وراح مرقص الراجل ومعدي جوه السكس ياردة، في ثلاثة أحمر مفيش حد معاهم، راح عاملها عالية لعلي معلول أو لإمام عاشور اللي الولد وقع فيها وحاول ياخد وقت. طب ما أنا ألعبها على الأرض، ألعبها على الأرض وأنا في ثلاثة، يبقى إذن هل هو متعمد إن هو يضيعها؟ لا طبعا، بس هو مش مركز. اوكي، مفيش حته التركيز دي. طبعا الكور الثابته برضو الراجل اتكلم عليها. طيب انا يعني الراجل المدير الفني بيديني البرواز دايما يا كابتن. صحيح، يعني يقول لي انت هتلعب النهارده 4 3 3، هتلعب كذا يا فلان، انت زيد هنا يا فلان. لكن انا اشوف بقى الملعب ماشي ازاي، انا ايه اللي مقفول، انا يا إيه كابتن مفتوح. ابدع انا اللي انا اعمل الابداع. النهارده في الكورنر هل الراجل طالب منك ان الكورنر لازم يترفع؟ لا ما اعتقدش، وخاصة ان احنا جالنا النهارده كام كورنر وما اتعملش فيهم حاجه. سامع لغايه اخر حاجه 13، ما اعرفش كملت لكام. وبعدين في علي معلول بيروح، طب واقف جنبه كريم، العبوا مع بعض. طب العبوا مع بعض، وبعدين يا علي اطلع لبره، وبعدين كريم ممكن يروح يراوغ او يلعبها لعلي لبره او يلعبها لامام عاشور، بيبقى في ثلاثه واقفين على 18 مفيش حد معاهم. ايوه صح. فكل الامور ديت نتيجه عدم تركيز. وبعدين قلت مع حضرتك قبل كده وانا يعني بأصر على رأيي، مجدي قفشة محمد مجدي يلعب آخر ثلث ساعة، آخر نص ساعة، آخر هاف تايم، ما يبتديش بيه الماتش. كل الماتشات اللي محمد مجدي بيبدأ من البداية، لأنك أنت في الوقت ده هو ما بيدافعش، ما بيدافعش. طيب حضرتك المباراة النهاردة اللي تحتاج إلى دفاع. لا، الشوط الأولاني يا كابتن، الشوط الأولاني كانوا مسيطرين على نص الملعب. أوكي، بس هو أنت لعبك كله كان في نص الملعب التاني. طب هل هو بيزيد؟ ما بيزيدش. انا يعني كنت يعني بتفرج على عليك في المقدمه، في اكثر من كوره 7 8 جوه 18 واحنا بنهاجم،
وفي ثلاثه بس اللي رايحين، وحتى حسين الشحات المفروض يبقى ضامن لجوه شويه، واقف على 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 الطرف. هو حاول يتدارك ده بان هو ينزل زعلوك، وكان ساعتها صلاح محسن كمل، ويعني كان المفروض يخش معاه امام ويخش. شوف يا كابتن، انا تاني اكتر واحد في مصر بيدافع عن كولر من يوم من يوم ما جه. لا مش بتكلم زعلوك، لا لا انا بقول لا زعلوك على... زعلوك ما يلعبش ماتش زي ده يا كابتن. صح، ولكن هو ده اللي متاح. احنا كلنا لا متفقين لا على ان هو زعلوك ما يلعب. كلنا ما حدش ما قالش ان هو يلعب. هل عمرو السوليه مش جاهز؟ لا عمرو لا ما موجود. انا انا قلت بقى ان عمرو لازم ينزل، لانه احنا اتعلمنا من حضراتكم ايه؟ ان الكره لما تجيلك، لما تبقى الفرقه اللي قدامك بتلعب في وسط او على ال 18، كتر الكرات العرضيه وكتر الشوط. ده اللي انا يعني افهمه من حضراتكم. فانا قلت يعني بديهيا ممكن عمرو ينزل 10 دقائق حتى، مش اكتر، لانه بقاله كتير بعيد. فينزل 10 دقائق يمكن يشوط وشوطه، يعمل له حاجه شوطه، يلعب كره بدماغه كويس. عمرو من اللعيبه الخبره اللي تقدر تعمل كده. زعلوك انا ما لعبوش في ماتش مهم زي ده، وفي ماتش انا ده ولاده نجم، فانا ما يعني ما ادفعش بيه في توقيت التوقيت ده هيأثر عليه في الفوز. ما هو لو جاب جول دي نسبتها قد ايه؟ نسبتها قليله، لان الناس بتلعب في مساحات ضيقه جدا. وبعدين هو برضو لسه ما خدش من الخبرات اللي تؤهله، لانه بيلعب في قطاع الناشئين طبعا. ما لعبش في الفريق الاول مثلا ماتشات كتيره علشان ان انا ابدا بيه. انما عمرو السوليه النهارده لما انا اديله اخر ربع ساعه، اديله ربع ساعه بكتير. وبعدين امام عاشور ادفع بيه للامام، ويبقى عندي او عندي امام وعندي عمرو السوليه، الاثنين بيشوطوا من بره. ايوه، وبعدين عمرو السوليه بيزيد الكرات العاليه بتاعته، ومروان بيشوط وحسين الشحات بيشوط. بس يعني وبعدين اللي انا بستغرب له، انا يعني قبل ما اتكلم حضرتك النقطه دي، لانه هنا برضو اقول لك، ما هو خلينا نتكلم على الجانب الاخر. هنا فريق سموحه لو جبنا اللقطات لحضرتك كلهم 10 تقريبا تحت الكره كلهم، حتى حسام حسن بيلعبوا في يمكن في 15 20 يارده كلهم. فده برضو ما بيخلكش تلاقي الكوره تحت رجلك عشان تشوط بيها. شوف يا كابتن، هو مرة تانية معلش يا كابتن، انا لا اعترض على طريقه لعب سموحه، وكابتن احمد سامي يلعب زي ما هو عايز ويعمل اللي هو عايزه، كل مدير فني يعمل اللي هو عايزه، ولكن انا بقول ان طريقه لعب سموحه ما كانتش كده واصبحت كده في هذه المباراه، خوفا من الهزيمه الكبيره زي مباراه الزمالك. هو لما يكون في المساحات ضيقه وفي كثافه عدديه جوه ال 18، يبقى انا بستغل اندفاع الشباب الاولاد الصغيرين لفريق سموحه. انا اوصل للاطراف، اوصل التلت، وبرضه قلت الاسبوع اللي فات او من 10 ايام معاك، ان لما بوصل العب الكره لبره. انما انا بمرن الجول. يعني النهارده هاني عمال انا مرنه، اعمل له كرات عاليه يطلع ياخدها. طب الله، انا كلاعب ما اناش عارف ان انا الكرات دي نعم كريم مش هاني، كريم وساعات علي يعني. طب إيه وصلت والكثافه العدديه كتير، ارجع تاني لحد ما تجد ثغره. انما أنا اروح واخلص منها اروح اعمل اوفر وخلاص، لا انا وحظي. انا حتى لو عملت اوفر لازم اعمل اوفر قوي زي ما حضرتك قلت، مش يا كابتن طول المباراه كلها بالونه، الكره عامله بالونه لفوق. طب انا كمدافع المسافه دي على طول انا هطلع وهاخدها ومريح جدا، لان انا بمرن. انا المفروض ان الكورات اللي زي دي انا وصلت للسكس يارده اطلع لبره. النهارده في اكتر من كوره، في كوره منهم بتاعه حسين الشحات الشوط الثاني اخر في الدقيقه 95 اللي انت عارف كان مين بره؟ كان كريم اظن كان على الـ على الـ على خط 18، ما فيش حد معاه. فيعني برضو نعيد ونكرر عدم التركيز. وبعدين انا الراجل المدير الفني، اذا كان هناك وجهه نظر في لاعب او اثنين او ثلاثه، ده ما يدينيش الأفضلية أو ما يدينيش المبرر إن أنا أبدع في الملعب. يا أخي أنا بحس إن أنا يعني لازم أنا أنزل الملعب أبتكر وأسعد الناس، يعني أفرح الناس، أعمل حاجات جمل تكتيكية، جمل متمرنين عليها بأن أكتر من 8-9 سنين بنلعب الجمل ديت وحفظناها من موسيماني اللي قبل موسيماني، يعني ومع كولر السنه اللي فاتت. الجمل دي انا ما بشوفهاش. طب ما بشوفهاش ليه؟ يعني الراجل ما قالكش حاجه خالص في المحاضره، في الكور الثابته ما قالكش،
طب يعني طب ما السنه اللي فاتت كان في كره ثابته بتتلعب بيبقى عمرو السوليه واقف، الكره لو بتتلعب من ناحيه اليمين والناس كلها واقفه ناحيه الشمال علشان الاوفر يتعمل. شفنا مره في احد الماتشات عمرو السوليه راح جاري وراحت ملعوبال على الارض وراح شايطها دي من الله. طب الحاجه دي هل المفروض المدير الفني في كل ماتش يقول لك تعمل ايه؟ صعب صعب جدا في ناس واخده كم كبير جدا من البطولات. احنا مش هنقصوا على اللعيبه، ولكن النهارده ما كانش فيه تركيز حتى من المدير الفني، ما كانش برضه فيه تركيز، لان انا وانا بدفع بلاعب ابقى عارف ان انا اللاعب اللي انا بدفع بيه هينزل يبقى اضافه. وبعدين عمليه التاخير في تبديل او الى اخره دي عمليه راجعه للمدير الفني هو يتحكم فيها زي ما هو عايز. لكن في نفس الوقت يا كابتن اللعيب عليه دور كبير جدا، اللعيب عليه دور كبير. يعني لما انا اجيب جول افضل انا مدوخ الناس 7-8 ماتشات علشان انا جبت جول واركن على الجول، يا اخي الناس والله الناس بتفهم، والناس يعني انا يعني هقول لك ايه، الناس كلها زعلانه، زعلانه مش عشان النتيجه، زعلانه عشان الاداء ما فيهوش الروح. النهارده الضغط على لعيبه سموحه الضغط ني قوي. يعني الشوط الاولاني مفيش حد بيضغط بقلب، شوف هم كانوا بيخشوا ازاي، شوف كميه العنف اللي كانت موجوده، يعني شراسه في الاداء، قوه في الاداء، الراجل داخل بكوعه في وش امام عاشور، يعني ناس بتلعب بروح قتاليه. قد يكون هناك تفكير في المباراه القادمه مثلا، يعني نحاول لا يا كابتن لا لا, لا. شوف احنا تعودنا في بيوتنا وفي النادي الاهلي ان احنا نقول كلمه الحق. طبعا انا بشوف يا كابتن ان الروح القتاليه لازم تبقى اكثر من كده، لازم اللعيبه يبقى في قياده والقياده تبقى صارمه في الملعب، الكابتن فرقه ده لازم كل لعيب يعني عنده يعني تقدير للمدير الفني، بقول له اعمل حاجه ده الفلانيه بناء على تعليمات المدير الفني. صحيح. وبعدين برضو كولر برضو بيبقى واقف ما بيوجهش، انا المفروض ان انا اوجه. يعني لما الاقي لعيب بيغلط مره واثنين وثلاثه يا اما اغيره يا اما اوجهه. لابد احنا بنشوف اكبر مدربين في العالم، جوارديولا مش احسن مدرب في العالم؟ هل ما بيوجهش؟ ازاي؟ بيقف وبيزعق ويوجه، وساعات يعني يقول لك ايه بيزق وبيعمل، يعني ما بنقولش زق ولا حاجه. لكن يبقى في توجيه. انما انا اوصل طول ال 90 دقيقه عمال اعمل كوره بالونه، لا المفروض ان انا ارجع وابتدي. وبعدين اللمسه واللعبه فين؟ النهارده من احسن اللعيبه ان انا بحبها جدا اكرم توفيق، كل كوره ماسكها زياده ما بتلعبهاش لمسه واحده. ليه؟ انت قبل كده اتعورت، قبل كده اتعورت صليبي في صليبي، العب الكوره السهله، مش وظيفتك انك تمسك الكوره مره واثنين وثلاثه وبعدين عايز تمر، العب الكرة السهلة، اتنين بيضغطوا عليك، أحمد سامي بيلعب قافل الطرفين اليمين والشمال. أحمد قافل الملعب كله صراحة. من اليمين والشمال. فأنا لما الكرة تجي لي عند أكرم وألعبها بسرعة، وبعدين تتنقل عند علي معلول بسرعة، الضغط اللي بيحصل يا كابتن إسلام. تبص تلاقي الملعب بيميل، لما الكرة تبقى ناحية اليمين باك رايت. صحيح. أحمد سامي بيوجه اللعيبة. كلها هناك. تبقى كلها رايحة هناك. لما كلها رايحة هناك وانا افضل ماسكها وبعدين اروح لعبها لرامي، ورامي يلعبها لعم نعم. طب ما تلف اللفه يكون اللعيبه جت. انما واحده والثانيه على طول، واحده وثانيه على طول، هيبقى في خلل في الحته دي. وحصلت اظن الشوط الثاني مرتين كانت ممكن جدا تبقى اهداف. لكن لا، لازم يبقى هناك وقفه، لان احنا داخلين على مرحله مهمه جدا. اي نعم ولله الحمد الماتش اللي جاي ممكن نعتري الجدول باذن الله تعالى، لكن اللعيبه لازم يبقى فيه نوع من الحزم معاهم، لان انا شايف ان في ناس الماتش بالنسبه لها ده النهارده الماتش بستة بونت، النهارده الماتش بستة بونت، يعني انا المفروض النهارده ابقى يعني نازل الروح القتاليه عندي، سموحه دي ما تنقلش عليا كورتين، لان انا اللي عندي الخبرات وانا اللي عندي كلهم اولاد صغيرين ما فيهمش غير حسام واظن وفيصل اظن ما فيش حد تاني، وواحد في خط الظهر، والراجل الباك ليفت اللي كان عندنا محمود وحيد، يعني 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 صعب جدا ان انا فرقه زي دي تاخد مني بنطين يا كابتن، صعب جدا بكلمك بمنتهى الامانه. لا اللعيبه دي لازم تفوق، مش هينفع، لازم يبقى في فوقان. انا مش موظف، انا في النادي الاهلي مش موظف. انت ترس بيسعد 80 مليون، ال 80 مليون دول انت بتخليهم فرحانين. وبعدين انا يعني هقول لك ايه، انا لما يبقى في لعيب
بيتدلع، امشيه من النادي يا كابتن، امشيه من، انا بقى يعني اعذرني، انا يعني لما الاقي حد يعني هيبوظ لي الفرقه، لا، في روح قتاليه في النادي الاهلي، النادي الاهلي لعيبته دايما عندها الروح القتاليه، عندهم عندهم تنفيذ تعليمات المدير الفني. الكلام ده انا بقى لنا كذا ماتش السنه اللي فاتت كان ما شاء الله حاجه تفرح. طب السنه دي احنا شبعنا بطولات؟ لا، احنا النادي الاهلي عمره ما هيشبع من البطولات، ما بنشبعش من البطولات. فلما يكون لعيب يعني ما بيأديش، مريح شويه او حاجه، اللعيب مش مركز يا كابتن، انا راجل محترف، انا راجل محترف، النادي الاهلي بيديني لازم اركز، ما بقاش بقى رايح افتح مش عارف ايه واعمل ايه واروح مش عارف فين واعمل فين، لا يا حبيبي، لا لازم في حساب وحساب عسير كمان، لا احنا اتربينا على كده. ده انا والله في احد الماتشات يا كابتن في افريقيا، واحد اللاعبين انفراد بجول وراح مرقص، قوله ايه، كان هيبقى جول مليون في الميه يخلينا في الماتش اللي بره هيبقى مطمئنين. عقاب شديد. بس ليه عقاب يا كابتن؟ انت ممكن هنا تقول ان ده ابداع يعني. لا 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 الكره سهله. انا لا ده مش ابداع يا كابتن، لا انا الكره تتلعب لي وانا جول فاضي والراجل جاي لي عايز ارقصه، لا هو مثلا المفروض ان انا العبها لزميلي ما العبهاش. ما عشان كده انا بقول لحضرتك نسبه المشاركه مع نسبه الاجاده. لما انا اخر السنه انا باخد سيه 16 جنيه، 16 جنيه دول لو انا ما اديتش مش هاخدهم، والله ما هاخدهم، لانك انت الجمهور ده ما تصورش انت قد ايه بيبقى بايت بينام حزين. طبعا انت مش هتاخد دول اذا ما كنتش تبدع واذا ما كنتش تادي. انت في نسبه مشاركه، بس انا مش موظف، انا وانا بادي لابد ان انا ابدع وابقى كل 90 دقيقه دول مش ملكك. 90 دقيقه دي ما هياش ملكك، دي ملك النادي الاهلي وملك جمهوره. وبعدين النادي الاهلي ما بقفش على حد، ياما ناس نجوم وعباقره ويعني على اعلى مستوى وبطلوا، النادي الاهلي مستمر. كل لعيب لازم يبقى فاهم كده، انت مش مكتف في النادي الاهلي ولا لوي دراعه ولا، ما ينفعش ماتش زي ده يبقى كده. ماتش زي الجونه، ماتش زي الجونه ازاي ترجع ببونت؟ ازاي دول كلهم ولاد محترمين وفرقه جيده وكل حاجه، لكن ما فهمش حد يعني مثلا يعني مميز قوي زي الفرقه بتاعتنا، كلها نجوم وكلها مميزين وعندهم الجمهور وعندهم الامكانيات، النادي الاداره موفره كل حاجه، الجهاز بتاع الجينات، الجهاز بتاع التحليل، الجهاز احدث اجهزه في العالم الاداره موفراها، وجايبين لك احسن مدرب، وبتركب احسن عربيه، وبتاخد احسن فلوس، كل حاجه ونجوميه وحاجه كل، وبعدين تشغل نفسك بافتتاح ملعب؟ اي منطق يقول كده؟ اي منطق يا كابتن يقول كده؟ لا لا يعني انا اعذرني لصراحتي، انا بحب الناس اللي تبقى بتمثل الفانيلا الحمراء، انت وراك 12 فرقه تقطع. الحاجات دي يا كابتن حاجات عاديه، انا بشوفها حاجات عاديه بصراحه، لانه عندي حاجه بعملها، ما انا لازم هجيب زمايلي. يعني اقصد ان في الحاجات اللي زي دي لا طبعا، انا يعني طبعا وجهه نظر حضرتك حر فيها، لكن انا بتكلم عن وجهه نظر ان حاجه انا بعملها، ما انا لازم اجيب زمايلي. يعني انا بعمل حاجه جديده عندي انا في بره، ما انا هكلم حضرتك وهكلم الناس، الواحد بيحتمي بزمايله، بيبقى حابب ان زمايله يبقوا موجودين معاه، خصوصا ان هي حاجه تخص الرياضه وتمس الرياضه، فبالتالي ده وجهه نظر انا طبعا، ماليش اي علاقه باي حاجه، لكن في النهايه انا بشوف ان احنا هناك بعض السلبيات التي يجب ان يتم علاجها خلال الفتره الجايه، خصوصا ان احنا مسافرين يوم الخميس. هي دي المشكله، ان انت مسافر يوم الخميس والناس تنظر لهذا الامر. طيب الناس مش زعلانه على الاثنين بونت، ممكن جدا ان احنا نبقى في ماتشات كتيره النادي الاهلي خسر نقاط، ولكن في النهايه كان ايه اللي بيحصل؟ انت زي ما حضرتك بتقول بقى ان الروح القتاليه كبيره وكذا وكذا، وربنا مش رايد ان احنا نكسب. ولكن يعني انا كنت وانا قاعد بتفرج على المباراه عمالين نجيب الاجوان، هات لنا الاجوان مره ثانيه، او هات لنا الاجوان ايه، مفيش اجوان، هات لنا الهجمات مره ثانيه. مفيش هجمات خطيره يا كابتن، مفيش هجمات تخليك تبقى شايف ان احنا ضيعنا اجوان النهارده. كابتن هو احمد سامي بيلعب
بتسعة على 18 من اول الماتش. صحيح اهو. طيب اهم قدامك اهم تسعة، اقف كده زي ما انت. طيب شوف حسين الشحات والنبي لو سمير رجعها 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 تاني يا سيد. بصوا دول يا كابتن اهو، ده ال 10 دول 11 لعيبه اهم بما فيهم حسام اخر واحد اهو. شوف يا كابتن ادي حسين الشحات اتلعبت له، في حد معاه؟ لا بس هتجيله الكوره. طيب هتروح له الكوره هتشوف هتلاقي في ثلاثه ثلاثه في وسط الجول. اوكي ثلاثه في وسط الجول شايف. صحيح. دي تتلعب ليه عاليه هنا؟ ثلاثه هم على على صح. 6 يارد صح، ما تلعبش ليه على الارض هنا؟ وده اللي انا بقول لك عليه. انا هي ليها هي ليها لعبتين يا كابتن، اللعبه اللي حضرتك بتقول عليها ودي هي الاصح و100% صح، واللعبه الثانيه اللي هي اللي هو عملها 10 على 10 برضه. ولكن لو كان حد جاي، هو شايف حد جاي ولا مش شايف حد جاي؟ كابتن مفيش حد معاه. اشوف الكوره تاني لما هتعيدها. شوف لا انا بقول لحضرتك هي شوف صلاح محسن مش عايز ياخد خطوتين. ليها حلين. الحل الاول اللي حضرتك بتقوله ده ان هو يلعبها الباك باس، خلاص اللي حضرتك بتقوله ده اللي هي كان فيها كريم واقف واعتقد صلاح محسن وحد كمان. والحل الثاني لو حد جاي من ورا فوادي كان يلعبها له من فوق الناس دي كلها، عشان وده اللي عمله حسين، فده يخليه ان هو مش باصص قوي يعني. لو تجيبها لنا تاني. شوف يا كابتن هو فضل. دايما هتبص تلاقي نتيجه عدم التركيز القرار بعمل عكسه. يعني النهارده حسين الشحات عمل كره حلوه قوي لاكرم توفيق. انت بتسندها ليه؟ ما انت لو ما سندتها الراجل بقى قدامك لما شاطت خبطت فيه. فيعني يعني اكرم ليه بتسندها؟ ما هو لعبها لك على رجليك اليمين وحاجه جميله جدا. اوكي ليه ما بتشوطهاش؟ دي قرارات لعيبه برضو. ما ده قرار يعني هتبص تلاقي قله التركيز. قله التركيز وده اللي انا بقوله بقى. انا راجل محترف، انا ملك النادي، ملك النادي. لا تعمل لي مشروع ولا تاخد لي لعيبه يا كابتن. لا ماشي لا حر. انا ما بشوف يعني اللعيبه بره. اذا انا بفتح محل، بفتح كذا بفتح كذا، بيبقى في مندوب اخواتي ولا بتاع يعملوا الكلام ده. انما انا يا كابتن انا ملك النادي. وبعدين خاصه ان انا كل في الاسبوع بلعب 3 ماتشات. المشوار اللي انا هروح وبقف، انت بتروح تفتتح وبس ولا بتروح قبلها بساعتين ثلاثه؟ لا لا، وبعدين واحد واقف ربع ساعه نص ساعه كده ومشي. طيب طبيعي، انا بشوفها طبيعيه بصراحه. انا وجهه نظري انا بشوفها طبيعيه. انا بحترم وجهه نظرك. لا حضرتك طبعا ليك مطلق الحرف ان انت تقول اللي انت عايزه طبعا، لكن انا بتكلم بقول حضرتك انا وجهه نظري بشوفها. لازم اللعيب يحتمي بزمايله ويحتمي باصحابه ويجيبهم. ما هيجيب مين؟ انا ما بتكلمش في ان هو يحتمي بزمايله، يحتمي بزمايله في الملعب. انما يحتمي بزمايله ان انا اشغلهم يروحوا يفتحوا الملعب وجمهور طبعا يتلم و الى اخره. انا عندي ماتشات يا كابتن، عندي الاسبوع اللي فات 3 ماتشات في اسبوع، ودلوقتي 3 ماتشات في اسبوع منهم سفريتين. فيعني اي منطق واي عقل ان انا يخليني ده انا الراحه في البيت دي تبقى ما بتحركش من البيت. طيب هنكمل كلامنا مع كابتن عادل، خلينا نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. برضو يا كابتن ولا توجد مبررات لهذا الاداء طبعا ولا حاجه، ولكن كابتن محمد عادل النهارده جاي من مباراه مهمه جدا كانت ما بين الترجي والنجم، وكان احتسب ركله جزاء. يعني في تونس ما فيش كلام غير على ركله الجزاء اللي احتسبها، ركله جزاء غير صحيحه من يومين او من 3 ايام. هل ينفع ان انا احطه في مباراه مهمه؟ انا قلت الكلام ده امبارح. هل ينفع ان انا احطه في مباراه مهمه وكبيره جدا زي مباراه الاهلي وسموحه في ظل هذا الضغط الكبير اللي بيمر بيها النادي الاهلي؟ شوف يا كابتن مفيش حاجة بتتحط كده يعني بدون مبرر. يعني الأخ الحكم اللي حكم لنا الجون محمد يوسف حسب علينا ضربة جزاء ملهاش علاقة بضربة الجزاء. النهارده بيعطل الإسماعيلي، الإسماعيلي كان كسبان واحد مظبوط. ها وإيه اللي حصل؟ طرد لهم 2-1. طرد محمد هاشم وحصل ضربة جزاء. فالمشكلة مش فيه، في اللي بيعينه. ما هو حتى كله اللي بيعينه الأخ محمد فاروق هو اللي دلوقتي اللي بيعين فريرة، هو اللي بيقول انا بعين كل الناس. هو يعرفهم منين يا كابتن؟ لا ازاي يا كابتن، بقاله سنة وشوية. يبقى المشكلة فيه بقى في المساعدين بتوعه حقيقي. ونفس الطقم. وبعدين في ضغوط بقى، يعني يا ريت لجنة الحكام تبقى مستقلة. عمرها ما تبقى مستقلة في وجود الزملاء الموجودين في الاتحاد، عمرها ما تبقى مستقلة. لو انا راجل بخاف ربنا وبتقي ربنا هعمل ايه؟ لجنة الحكام دي تبقى مستقلة وتبقى بالانتخاب. ينتخبوا رئيس اللجنة وينتخبوا اللجنه.
مش هتلاقي حد بقى بيعين ابنه ولا حد بيعين اخوه ولا بيعين. هتبص تلاقي كل الناس جايبين الاكفأ اللي هيجيب لهم حقوقهم. بس ده خلي بالك حضرتك محتاج تعديل في اللائحه الاساسيه. ده صعب. ايه اللي صعب يا كابتن؟ مش قرآن يا كابتن اهو. لا لا والله العظيم مش قرآن. ايوه يا كابتن، ايوه يا كابتن، لازم جمعيه. لو يكون انا عندي الرغبه. طب اقول لك حاجه، مين اللي عنده دوري المحترفين؟ معلش يا كابتن، مين اللي عنده الرغبه؟ انا مين؟ الاتحاد مفروض. اتحاد الكوره صح؟ طيب اتحاد الكوره دول في 99 ولا 105 اعضاء جمعيه عموميه، لازم اعضاء الجمعيه العموميه نفسهم يغيروا في اللائحه. ما هي اللائحه الاساسيه بتقول ان لجنه الحكام تابعه لاتحاد الكوره، فلازم عشان الحاج بتقوله ده على فكره كلام محترم وحلو جدا، ولكن يجب ان يتم تغييره من اعضاء الجمعيه العموميه. والجمعيه العموميه لما انا اعمل جمعيه عموميه ما اقدرش ان انا اعمل جمعيه عموميه للموضوع ده. طب انا عملت جمعيه عموميه ورفضت، في بعض الناس رفضت يتعمل دوري محترفين اللي هو شغال دلوقتي ما شاء الله زي الفل يعني. اتعمل ولا ما اتعملش؟ اتعمل بس بعد ايه؟ يعني في قرار، يعني في قرار اتاخد من جمعيه عموميه. لا انا حاجه مهمه. لا لا الجمعيه العموميه قالت ان اوكي الدوري المحترفين ما ينفعش يتغير القرار. في حوالي 50 دوله 50 نادي يا كابتن وقفوا كانوا لحد قبل ما تبتدي الدوري بحاجه بسيطه، وعملوا اجتماعات وبقى يطلعوا في التلفزيونات ولا اخره، وكانوا بيعرضوا الموضوع ده. اتحاد الكره ساعتها عمل ايه؟ كان واخدين قرار جمعيه عموميه من السنه اللي فاتت ان هيبقى فيه دوري محترفين بعد موسم، وكل لا الناس مضت عليه. الجمعيه لم تكتمل. أنا لما 50 أنا لما بس فاضل في 55. لما انا عامل جمعيه عموميه في حته مهمه، بس ده صح برضه، كل الانديه يا كابتن هتوافق على الكلام ده. لجنه الحكام تبقى جمعيه، لجنه مستقله دي هتحل كل المشاكل اللي احنا فيها دي. لان اللجنه هتيجي اولا الناس اللي هي على طول يعني على طول بتحكم الماتشات ومفيش عدل. اعتقد ان هيبقى فيه نوع من انواع الشفافيه، نوع من انواع العدل. الحكم الكويس هيطلع بصرف النظر عن القرابه بتاعته ولا اللي بيعين ابنه واللي بيعين اخوه والحاجات ديت. وبعدين انا بختار لجنه الحكام حتى بصرف النظر سواء اجنبي او مش اجنبي. اقسم لك بالله التحكيم هيبقى في غايه الروعه، لان احنا كمصريين عارفين كويس قوي اللي هيجي بالانتخاب ده عارف ان هو هيقعد سنه هيقعد سنتين، وبعدين اذا ما اداش الناس حقوقها وادى الناس الماتشات بالعدل وادى المنظومه بتاعتها كل ما هو جدير بالاحترام، انما طول ما احنا عمالين يعني الكلام ده مش مظبوط. النهارده الراجل واخد كوع في وشه جاب دم، انا بستغرب. وبعدين عبد القادر في اخر 5 دقائق الراجل شايله، انا يعني كولر اتنطط. طب وبعدين كورتين ثلاثه على ال 18، حسين الشحات بيتعجن وامام عاشور بيتعجن وهو الراجل مش يعني مش شايف. في كورة برضو تانية الراجل جه عند الوتر اكيلس وراح واخده الشوط الاولاني ومشاها كملت مشاها ما فيش حاجة. لا وبعدين حسب 5 دقايق. طب سيبك من دقيقة او دقيقتين، احنا عملناهم 7 دقايق 56 ثانية. طيب لما حسب 5 دقايق، في خلال ال5 دقايق مش الجول وقع ومسك دماغه وبتاع، ما عدلوش كمان دقيقة ونص على الأقل قعد والناس دخلت؟ ما حسبهمش. ما حسبش. اديني حقي يا اخي زي ما انت بتقول دايما، اديني حقي يا اخي ومالكش دعوه. انا النص دقيقه دي بتفرق معايا كنادي اهلي وبتفرق معايا فرقه اللي دي بتاعتي انا بتاعتي، بس اديني حقي. يعني انت يعني كل اللعيبه النهارده في حاله من طبعا هم وحشين، والنهارده كولر ما كانش موفق على طول. الراجل ده انا بحبه جدا ويعني بحترمه جدا في تصرفاته في طريقته وكل حاجه، لكن ماتشين انا بستهتر مع الجونه، والنهارده انا بستهتر مع عارف ان انا احمد سامي هيلعب لي في وسط الملعب بـ5 وبيلعب 4. الماتش اللي جاي يا كابتن ابو السولو زي ماتش هينج افريكانز، لان هو بالنسبه لي دلوقتي انا الماتش ده انتهى، قلنا كل السلبيات وقلنا كل حاجه، لكن في النهايه انا مسافر بعد بكره. مسافر بعد بكره عندي ماتش السبت وهرجع يوم الاحد العب الاربع، يعني خلينا نتكلم على السبت الاول بسرعه. شوف يعني عموما املنا في ربنا النهارده اللعيبه يبقى في نوع من انا احاسب نفسي بس يعني استشفى. كنوع احاسب نفسي قبل الاستشفاء قبل الاستشفاء احاسب نفسي شويه يعني اوكي. هو انا بقى ليه النهارده ما كنتش بطل قوي؟ يعني هل المدير الفني قال لك ما تضغطش؟ طيب هل الكوره اللي انا بشوطها قد كده؟ طب انا بعمل اوفر بعمله غلط ليه؟ هل دي ما انا الراجل يعلمني ازاي اعمل اوفر؟ ازاي العبها على الارض؟ ازاي ان انا اسدد كل مره تبقى في المدرج؟ يا اخي الثلاث خشبات دي يعني
لازم الكره تبقى بين الثلاث خشبات حتى لو في نص الجول. الماتش اللي جاي نعمل ايه؟ الماتش اللي جاي لابد ان انا كل لعيب يراجع نفسه كويس ويعرف ان الجمهور وراك وهيساندك وهيدعمك، وبرضه لسه ما فقدناش حاجه ولله الحمد، باذن الله تعالى نستعيد، وبدايه الدوري دايما تبقى فارق زي كل موسم، بنبقى فارقين 7-8 نقاط في البدايه، بيزيدوا في الدور الاولاني ل 12 واكثر، وتبقى بتأدي، وانت بتأدي كده في نوع من الـ من الـ يعني المتعه، تمتع الناس، ما انتش موظف. خد في اعتبارك انك لازم تصالح جمهورك، انك بقالك ماتشين، الماتش اللي فات الشوط الثاني كان في الدوري يعني الماتشين اللي في الدوري ما كانوش كويسين، الماتش اللي فات الشوط الاولاني كان الفريق الغاني كان الى حد ما الشوط الاولاني كان سيء، وسمعت احد اللاعبين بيقول انا اتفاجئنا اتفاجئت ازاي؟ يعني واحد من اللعيبه يقول احنا اتفاجئنا، اتفاجئت ازاي؟ ده اكيد الراجل جايب لك الماتشات وموريك الماتشات وعيني، يعني ايه اتفاجئ؟ ما انت اكيد انت لازم تبقى قاري الماتش قبل ما تلعبه. لقيت الناس بتهاجمك والاخر. الماتش اللي جاي الناس دول لعبوا واتغلبوا 3. عايزين يكسبوا باي طريقه. عايزين يكسبوا وفي ملعبهم. من بكره ان شاء الله يبقى في نوع من انواع التركيز وفي نوع من انواع الوقفه مع النفس والمدير الفني. النهارده اعتقد بعد المباراه رجعهم على النادي. ما روحوش، راحوا واخدهم على النادي كنوع من اجازه وبعده تمرين الصبح يوم الخميس. بس خدهم على النادي كنوع من من العقاب، يعني زي بيعمل دايما بيعمل او بيديهم محاضره او حاجه. فلازم يبقى فيه الوقفه دي، وبعدين الاخطاء دي لازم الماتش ده والماتش الجونه. احنا ليه بنعمل كده؟ احنا ليه بنعمل الاوفر؟ يقعد معاهم ويتكلم معاهم بهذا الشكل. ليه الاوفر؟ وليه ما يبقاش فيه الامور دي؟ وبعدين هو برضو كولر والجهاز الفني يراجع نفسه في عمليه التغيير، في عمليه انا راجل بقى لي لعيب عنده بقى له 4 سنين ما بيتقدمش، بلاش بقى اصر عليه يعني، علشان برضو ان انا الجمهور ما بيتحملش، هو عارف كويس ان الجمهور ما بيتحملش. الماتش اللي جاي بدفع بعناصر ذات خبره، يعني عمرو السولية اعتقد لابد في الماتش اللي جاي على الاقل ياخد 45 دقيقه سواء في الشوط الثاني او اللي انت لو هتبدا بيه مع محمد مجدي قفشه، بلاش ان انا ابدا بيه لان مجدي ما بيدافعش، وده يعني هو عجنته كده، هو شكله كده مش هيقدر يعني، حتى في الكوره اللي فيها التحامات وكده يعني بتبقى ما فيهاش الالتحامات القويه، بيعمل لي تمريره جيده، بيعمل لي تسديده جيده ماشي، لكن في ماتشات مش محتاجه ده. وبعدين انا عندي من العناصر اللي هي ممكن تؤدي الواجب الدفاعي والهجومي، وبعدين هو بيقعد بره كل الماتشات اللي لعب فيها اخر ربع ساعه واخر ثلث ساعه بينزل ويبقى مؤثر. شفنا الماتش بتاع الفريق الغاني لما نزل ربع ساعه عمل جول حلو جدا. فبرضه حسين الشحات لابد وقفه مع حسين. لا يا حسين انت المفروض ده كل ماتش على الاقل تعمل 3-4 تمريرات بجوال. وبعدين فين اللعب السريع؟ مره استلم، مش مره كل مره تستلم والراجل في ظهرك، مره تستلم وانت بتجري لقدام. انا ما ادخرش جهد، انت بتعمل تاريخ لنفسك انت وزمايلك. لا احنا عندنا 5 بطولات مش هنركن ليهم، والا هتبص تلاقي نفسك الوقت بيعدي ويجي غيرك. لا احنا عايزينك وبنحبك وجمهور النادي الاهلي بيحبك وبيساندك. لا افضل خلي الحب ده زي النجوم الكبار اللي كانوا موجودين من زمان قوي ومن فتره قريبه، الناس بتعشقهم وهم بطلين بقالهم 10 سنين و15 سنه من ايه؟ على طول بيدي النادي الاهلي 8.5 9/10 باستمرار. طيب يعني نتمنى ان شاء الله، لانه الماتش اللي جاي الحقيقه زي ما الكابتن عادل قال الكل بينتظر ماذا سيحدث في هذه المباراه، لانها مباراه مهمه. يانج افريكانز لازم يعني اتغلب المباراه اللي فاتت 3-0، فبالتالي بيلعب على ارضه، بيلعب ضد بطل افريقيا، وبالتالي هيبقى عايز يكسب باي طريقه. فنتمنى ان شاء الله ان شاء الله ان اللعيبه تبقى على قد الحب اللي بيحبوه لها جمهور النادي الاهلي، ان شاء الله يستطيعوا ان يفوزوا في هذه المباراه ويرجعوا حتى بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. شكرا جزيلا لكابتن عادل على ان شاء الله يكسبوا باذن الله يا رب ان شاء الله. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل طيب نروح نشوف جوله الاخبار، وبعد جوله الاخبار المحليه والعالميه فاصل، وبعد الفاصل نرجع بقى نستقبل الاستاذ محمد القوصي والاستاذ محمود شوقي في ضيافه البيت الكبير. Yeah.
حقق فريق الأهلي للكرة الطائرة رجال فوزا على فريق الشمس بنتيجة 3 أشواط دون مقابل في رابع جولات الدور الممتاز. ويسعى فريق الأهلي استعادة الألقاب المحلية تحت قيادة الإسباني فرناندو مونزو. أمطر منتخبنا الوطني لكرة الصالات شباك منتخب السعودية الأولمبي ب8 أهداف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما على الصالة المغطاة في استاد القاهرة ضمن خطة إعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة. نجح الدولي المغربي عبد الرزاق حمد الله في مواصلة تألقه مع فريق اتحاد جدة السعودي بعد أن سجل هدفين في مرمى فريق أجمك الأوزبكي خلال 4 دقائق فقط في المباراة التي انتهت بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة 5 من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا. رفع حمد الله رصيد أهدافه بقميص الاتحاد إلى 50 هدفا. سلطت صحيفة ماركا الإسبانية الضوء على أرقام المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المذهلة في بداية هذا الموسم مع ريال مدريد، مشيرة إلى أنه لا محالة من تعزيز فرص وفرضية تمديد عقده مع النادي الملكي. وحسب مصادر للصحيفة فإن بداية أنشيلوتي مع الميرنغي تعد الأفضل له خلال عهدته الثانية مع نادي العاصمة الإسباني بعد أن تمكن من تحقيق 15 انتصارا وتعادلين وخسارة واحدة في 18 مباراة لحد الآن في جميع المسابقات. أعلن نادي برشلونة الإسباني خضوع نجمه الشاب جافي إلى جراحة ناجحة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى، ونشر برشلونة بيان رسمي جاء فيه أجرى جافي عملية جراحية ناجحة تحت إشراف الخدمات الطبية في النادي. يذكر أن جافي تعرض للإصابة خلال مباراة منتخب بلاده مع منتخب جورجيا ضمن مواجهات الجولة 10 من تصفيات أمم أوروبا 2024. أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني تمديد عقد ثنائي حراسة المرمى مانويل نوير وأولو رايش لمدة موسم إضافي ينتهي الموسم القادم. وأعلن النادي عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لسنوات عديدة كان الكابتن مانويل نوير وسيفين أولو رايش بمثابة الثنائي الآمن لبايرن ميونخ وسيظلان كذلك. تأهل منتخب ألمانيا لنهائي كأس العالم تحت 17 عاما بعد فوزه على الأرجنتين في نصف النهائي ليصطدم بالمنتخب الفرنسي المتأهل على حساب نظيره المالي. وبلغ منتخب ألمانيا المباراة النهائية بعد الفوز على الأرجنتين بركلات الترجيح 4-3 في مباراة مثيرة انتهى وقتها الأصلي بالتعادل ب3 أهداف لكل منهما. كشفت تقارير صحفية عن رغبة مانشستر يونايتد الإنجليزي في دعم صفوفه بالتعاقد مع أنطونيو سيلفا مدافع بنفيكا البرتغالي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة في محاولة لتعزيز دفاعه. ويعد سيلفا صاحب 20 عاما من بين الخيارات التي يدرسها مانشستر يونايتد لتعزيز دفاعه. وأفادت شبكة سبورت بظل البريطانية أن عدة أندية أوروبية على رأسها ريال مدريد وليفربول مهتمة أيضا بضم اللاعب، بينما اليونايتد عازم على التعاقد معه ومستعد لدفع الشرط الجزائي في عقده البالغ 100 مليون يورو. أفادت تقارير صحفية إيطالية أن أندية أوروبية كبرى وخاصة الإنجليزية مهتمة بضم فرانشيسكو كاماردا اللاعب الشاب لنادي ميلان الإيطالي. ووفقا لصحيفة توتو سبورت فإن مانشستر سيتي وأرسنال ونيوكاسل يونايتد يرغبون في التعاقد مع المهاجم الشاب في انتقالات يناير المقبل مع منافسة من جانب بوروسيا دورتموند الألماني أيضا بجانب عدة أندية أخرى. كاماردا كسر الرقم القياسي لأصغر لاعب يشارك في الدوري الإيطالي الدرجة الأولى وهو في عمر 15 عاما و260 يوماً.